في حلق المدريدية. بالنسبة لزيدان وللاعبين الريال واحد منها هذا، كرة تصل عند فاسكيز، فاسكيز جول جول يسجل. نعم يعود مسرعا بريال مدريد، يتحمل مسؤولية المواجهة ويسجل لوكاس فاسكيز. فاسكيز يثبت فعليا بأنه جدير بهذا المركز. رقم 29 منذ بداية الأحداث في شوط المباراة الأول، كرة في محاولة هدف ثاني. أوه. في الليلة الظلماء، في الليلة الظلماء يظهر كازيميرو. وقت الشدايد البرازيلي الشديد، وقت المقال يتقدم الكرواتي كوفاتشيتش. لمسة، يا عيني يا سلام يا سلام، هذا الرجل كوفاتشيتش يثبت من اجل هدف اخر. المطرقه من اجل ان يضرب من جديد، يضرب من جديد، ثالث اهداف القائد الكابيتانو سيرخيو راموس غارسيا يسجل الهدف الثالث للريال، والهدف الثالث شخصيا في بطوله الدوري في هذا الموسم، ثالث اهداف.